السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الليلة ليلة طيبة مباركة، إنها تحمل تخليد ذكرى إسلامية غالية على قلوب كل المسلمين، ذكرى الإسراء والمعراج التي يحتفل بها العالم الإسلامي قاطبة في هذا اليوم الأغر. الإسراء والمعراج الذي خلد ربنا عز وجل ذكره في كتابه العزيز. إسراء من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، وإعراج إلى السماوات العلى. فما حقيقة الإسراء والمعراج؟ وما هي الظروف والملابسات التي وقع في هذا الحادث الغريب؟ وكيف أكرم الله جل جلاله نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العبر والعظات التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحدث العظيم؟ كل هذه الأمور سنحاول التعرف عليها من خلال حلقة هذا اليوم. وأولا نذكر بكتاب الله عز وجل الذي خلد ذكر هذا الحدث العظيم، الإسراء. الإسراء ربنا سبحانه وتعالى قال في حقه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله تعالى أمرنا بأن نسبح، بأن نكثر من التسبيح لهذا الحدث العظيم الرفيع. أسرى بعبده وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أسرى به بالروح والجسد يقظة لا مناما، أسرى به بالليل، وهذا الإسراء مأخوذ من السورة وهو المشي بالليل من المسجد الحرام أي بمكة المكرمة، وانتقل مباشرة إلى المسجد الأقصى الذي يتواجد بفلسطين. وقال الذي باركنا حوله، أنزل حوله البركة وأنزل حوله النور لنريه من آياتنا. ربنا حمل عبده ونبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لنريه من آياتنا، لكي يطمئن قلبه ويرى الحقائق بأم عينيه. فهذا الإسراء هذا هو الذي وقع فيه. أما المعراج فقد خلد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة النجم حينما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو المعراج المأخوذ من العروج، وهو الصعود إلى الأعلى، وهو الطريقة التي عرج بالنبي الكريم من الأرض إلى السماوات العلى، أن اخترق الغلاف الجوي يقظة لا مناما بالروح والجسد حتى وصل إلى سدرة المنتهى، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، حتى وصل إلى مقام الحضرة الإلهية
وهنالك سوف يوحي إليه ربنا عز وجل وحيا مباشرة من غير واسطة، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم سوف يرى النبي الكريم غرائب وعجائب الدار الآخرة، ليس الدنيا الفانية، وإنما رأى الجنة الباقية، رأى كل شيء بأم عينيه حقيقة لا مناما، ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى كل شيء، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا الحدث العظيم أيها الأحبة الكرام يشكل عنصرا مهما من عناصر العقيدة الإسلامية، فعقيدة الإسلام فيها مجموعة كبيرة من المباحث والمبادئ، ومن بينها هذا الحدث الذي يؤرخ لتعظيم ربنا عز وجل لمقام النبوة وتكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما حقيقة هذه الرحلة المباركة التي وقعت في 27 ليلة 27 من رجب، مثل هذه الليلة المباركة قبل 15 قرنا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيكرمه الله تعالى بهذه الرحلة الفضائية من مكة، لما كان في بيت أم هانئ سينتقل إلى المسجد الأقصى بفلسطين، سوف ينزل هناك ويتفقد بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح عليه السلام، سيتفقد منازل الأنبياء وآثارهم، وسيصلي عند كل محراب ركعتين. هذا القسم الأول من الرحلة المباركة فوق الأرض، رحلة كانت على الأرض. أما الرحلة الثانية في علياء السماء فهي رحلة المعراج، حيث سينتقل إلى السماوات العلى ويشاهد النجوم والكواكب ويطلع على نظام العالم العلوي، وسوف يتحدث مباشرة مع أرواح الأنبياء والمرسلين، وسوف يتكلم مباشرة مع الملائكة، وسوف يطلع على مراكز الرحمة في الجنة وعلى مراكز العذاب في النار، وسوف يرى درجات أهل الجنة ويرى أسرار الوجود ويرى كل ملكوت الله، ويقف على سعة الكون وآثار القدرة الإلهية. هذه رحلة مباركة عظيمة. كيف بدأت؟ بدأت لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غضون السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، كان مجموعة من الأحداث تراكمت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشركون كذبوا دعوته واتهموه بأنه كذاب وأنه مدعي وأنه ساحر أو مجنون، والمشركون أغلقوا عليه الأبواب وحاصروه وهو وأصحابه. ثم ذلك العام سمي عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفقد شخصيتين مهمتين في حياته كان يساندانه، أولهما زوجته البارة أمنا خديجة بنت خويلد، ستتوفى في هذه السنة، وكانت هي الزوجة البارة التي تحمي زوجها وتعينه على نوائب الدهر. ثم سيفقد عمه أبا طالب الذي كان يؤنسه ويؤازره ويدافع عنه. سمي هذا العام بعام الحزن لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أذاقه المولى جل جلاله من بلاء هذه الحياة الدنيا، رأى بلاء عظيما وبلاء شديدا، وبقي هكذا حتى أنه سوف يذهب إلى خارج مكة المكرمة يبلغ الدعوة الإسلامية. سوف يخرج إلى الطائف، الطائف هي منطقة بعيدة عن مكة المكرمة، كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يظن أنه سيلتقي فيها ببعض الناس يتقبلون دعوته. صار ماشيا على الأقدام، وحينما وصل هناك وكان برفقته مولاه زيد ابن حارثة،
سيقوم المشركون بأن الكيد له، سيغروا سفهاء أهل الطائف ويطلبون منهم أن يرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. وفعلا اعترضوا سبيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يصيحون ثم رموه بالحجارة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فقط أريد أن أبلغكم دعوة الله، أريد فقط أن أسمعكم كلامه، أنا مأمور بالتبليغ. فكانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويسخرون منه ويرمونه بالحجارة حتى اختضبت نعله بالدماء، كان الدم ينزل من رأسه ومن بين يديه ويسيل على قدميه. وكان ممن استمع لدعوته رجل نصراني اسمه عداس، كان على دين المسيح عليه السلام، ورأى فيه شبيها بما وقع لسيدنا عيسى بن مريم. قال: هذا التصرف لا يقع إلا للأنبياء ولا يقع إلا للمرسلين. فكان أول من تلقف الدعوة الإسلامية في الطائف رجل نصراني، والنصارى كما هو معلوم أقرب الناس إلى الإيمان إذا تفتحت قلوبهم وعرفوا الحق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر إلى الطائف كانت الأبواب كلها عليه مغلقة، وكان يعاني الأمرين، وامتلأ قلبه كآبة وحزنا. ومن ثم قال دعاءه الشهير، هذا الدعاء الذي يقال لكل من كان مسافر وتعرض للبلاء وتعرض للضغط وتعرض للمصائب. إذا كنت مسافرا ووجدت في طريقك من يؤذيك ومن يكيلك العذاب، فعليك بهذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. ماذا قال؟ قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، إلى آخر الدعاء الطويل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه. في هذه اللحظات كان ربنا عز وجل يباهي بنبيه الملائكة في السماء، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، جعلته نبيا وأمرته بالدعوة ولم يلقى أي نجاح، لقى الفشل ولقى الضغط، ولكن همته عالية وهمته صابرة. فكان ربنا يباهي به الملائكة في السماء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم محزونا كسير القلب، لا أحد يريد أن يستمع إلى دعوته. فبعث الله إليه عند قرن المنازل، منطقة تسمى قرن المنازل، بعث له جبريل، وكان معه ملك الجبال، ملك عظيم جبار خطير. لما رأى حال النبي هكذا ضعيفا مهزوما، قال: يا محمد، إني مبعوث الله إليك، إن أمرتني أن أطبق الأخشبين على أهل مكة لأفعلن. الأخشبان هما جبلان عظيمان في مكة. قال: إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وتتدمر كل هذه المنطقة ويهلك كل من فيها لفعلت، كما وقع لنوح عليه السلام وكما وقع لقوم عاد وثمود وغيرهم. لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أجاب ملك الجبال: كلا، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهكذا بقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته مرفوضة من أهل مكة ومن أهل الطائف، ولم يتبعه إلا قلة قليلة من العبيد والضعفاء وقلة من الفضلاء. هنا ربنا عز وجل سيبعث لنبيه المخلوقات من غير الإنس، سيبعث له الجن والملائكة. أولا سيدنا النبي سوف يرى الجن في هذه اللحظة، وهو لما بدأ يقرأ القرآن الكريم
تحلق حوله مجموعة كبيرة من الجن لما سمع هذا القرآن وأسلموا بين يديه. وقد ذكر ربنا عز وجل ذلك في كتاب العزيز حينما قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نزلت سورة الجن لما سمعوا سيدنا النبي يقرأ القرآن، هذا القرآن الذي زهد فيه أهل مكة وأهل الطائف، حتى إن الله تعالى صرف للنبي الكريم جنا صاروا علماء وفقهاء ودعاة إلى الله، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. في هذه اللحظات أنفار كبيرة من الجن بالآلاف المؤلفة تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا دعوته، وكأن الله تعالى يقول: يا معشر الإنس، إذا زهدتم في الدعوة الإسلامية وإذا رفضتم أن تستمعوا إلى عبدنا ونبينا محمد فإنني سوف أبعث له نفر من أهل الإيمان من أهل الجن. ثم بعد ذلك ربنا سيكرمه بعالم الملائكة والأنبياء، سيترك هؤلاء الأحياء الذين طبع على قلوبهم وسيلاقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعالم الملائكة، وسوف يلاقيه بالأنبياء أرواح الأنبياء وقد ألبسهم الله جسدا من نوع آخر. فكانت قصة الإسراء وقعت لما عاد النبي الكريم إلى مكة المكرمة وكان نائما، فإذا به يلاحظ بأن السقف سقف بيته يفتح دون أن يهبط عليه تراب ولا حجر، فقال: بينما أنا نائم جاءني جبريل، وكان يعلم جبريل دائما يأتيه بالوحي، فهمزني بقدمه فجلست، كان ينتظر أن ينزل عليه وحي، لكن جبريل أخذ بعضد النبي الكريم فأقامه معه وخرج به إلى الباب باب بيته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت أمام الباب دابة بيضاء غريبة تسمى البراق، هذا البراق هو دابة من دواب الجنة، هو أبيض طويل يضع حافره حيث يصل نظره. قال: فحملني عليه وانطلق بي البراق، انطلق البراق بالنبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من سرعة البرق حتى وصل عند الكعبة. وصل النبي الكريم عند الكعبة، هنالك جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يشعر، وغسل قلبه وملأه بالإيمان والحكمة، هذا كله إعدادا للأمر العظيم الذي سوف يستقبله، لأن قلب الإنسان لن يستطيع أن يستقبل الأنوار، إنها رحلة ربانية سيصل إلى سدرة المنتهى وسيلتقي مع مالك الملك، سيلتقي مع رب العالمين، وقلبه البشري لن يستطيع أن يستوعب هذا الأمر العظيم. لهذا جبريل أول ما فعل جاء به إلى الكعبة وشق صدره من غير أن يشعر، وغسل قلبه وملأه إيمانا وحكمة، ثم انطلق به. قال: فحملني البراق وسار بي بسرعة البرق حتى انتقل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين، يعني من العربية السعودية إلى فلسطين بالشرق الأوسط. قال: فلما وصلت وجدت أعدادا كبيرة من الأنبياء في انتظاري. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفقد بيت لحم. بيت لحم هو البيت الذي فيه مسقط السيد المسيح عليه السلام، مسقط رأسه
هنا ولد سيد المسيح. ثم إذا بالنبي الكريم يرى مجموعة مقامات ومآثر ومنازل هي منازل الأنبياء ومنازل المرسلين، لأن هذه المنطقة تسمى مهبط الوحي، كان فيها عدد كبير من الأنبياء، من بينهم عيسى بن مريم وموسى عليه السلام وإبراهيم الخليل ويعقوب وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. كان المسجد الأقصى مبني كما الكعبة المشرفة كانت مبنية، لأن أول من بنى الكعبة المشرفة هم الملائكة، وأول من بنى المسجد الأقصى هم الملائكة أيضا، ثم الناس صاروا يجددونه، هذه بيوت الله. لما دخل إلى المسجد الأقصى وجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، ففوجئ النبي الكريم أن الأنبياء هم أحياء وليسوا أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجد الأنبياء كلهم، فتقدم النبي الكريم إلى القبلة وصلى بهم ركعتين، صلى بالأنبياء. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قد سأل سيدنا النبي فقال له: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ قال ذكر له آلافا، أعداد كبيرة من الآلاف. قال: هذه الأعداد من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى جمعهم في مكان طاهر، وهو مكان بيت الأقصى، المسجد الأقصى، لهذا صارت القدس مشرفة، لأن حل بها أعداد هائلة من الأنبياء والمرسلين، بعثت من جديد إلى الحياة، واجتمعت كلها في هذا المكان الطاهر الذي لم يجتمع فيه غير الأنبياء. أكثر من 3000 نبي اجتمعوا كلهم، وصلى بهم النبي الكريم في هذا المكان الطاهر، كان هو إمامهم. ولما صلى وانتهى من الصلاة جاءه جبريل عليه السلام وقدم له قدحين، قدح من الخمر وقدح من اللبن، فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللبن، فتعجب جبريل وقال: يا محمد، الحمد لله الذي هداك للفطرة، يا محمد لو أخذت الخمر لغوت أمتك، فأمة الإسلام مهما يقع لها من ضعف، ومهما يقع لها من هوان، ومهما يقع لها من تفرق، فتبقى الأمة التي هي على الفطرة، فطرتها لن تتغير في غالبيتها. وهذا فيه بيان لمكانة أمة الإسلام، أنها أمة الوسط وأمة الفطرة. بعد أن انتهت رحلة الإسراء ستبدأ رحلة المعراج. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أوتي بالمعراج ولم أرى شيئا قط أحسن منه. ما هو المعراج؟ قال: هو ذاك الذي يمد إليه ميتكم عينه إذا حضر، هو مثل السرير، فتمدد عليه النبي الكريم فأصعدني فيه صاحبي، مثل المصعد، مثل الأسانسير، أصعدني صاحبي حتى بدأ في ينتقل إلى السماوات العلى، من سماء إلى سماء، اخترق الغلاف الجوي وفاق الكواكب والنجوم، وبدأ يعلو في السماوات السبع حتى وصل إلى 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 سدرة المنتهى. أول ما وصل إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، كان عليه ملك من الملائكة، فاستفتح جبريل فقيل: من معك؟ قال: معي محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما وصل النبي الكريم إلى هذا السماء الأولى وجد فيها رجلا عظيم المقام، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم النبي محمد على أبينا آدم
فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد بي حتى جاء إلى السماء الثانية، فإذا به يجد يحيى وعيسى عليهما السلام، وهما أبناء خاله، هما أبناء خالة، فيحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم كلاهما رآهما النبي الكريم سلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح، فإذا به برجل صورته جميلة مشرقة كصورة القمر ليلة البدر، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف ابن يعقوب. فسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة فإذا به رجل وقور، قال من هذا؟ قال إنه إدريس. ثم صعد السماء الخامسة فوجد رجلا رأسه ولحيته بيضاء وقور، من هذا؟ قال هذا هارون ابن عمران. فسلم عليه. ثم لما وصل السماء السادسة ورأى موسى ابن عمران فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزته سمعته يبكي، فقلت يا جبريل لما يبكي أخي موسى؟ قال يبكي لأنه قال غلام بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وسبحان الله لحد الساعة أمة محمد تتجاوز 1.5 مليار، وأمة موسى 16 مليون نسمة، سبحانك يا جليل. ثم لما وصل إلى السماء السابعة استفتح، فإذا به برجل فيه وقار عظيم، قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا إبراهيم الخليل، أبوك وجدك إبراهيم الخليل. فسلم عليه وابتسم ورحب به. بعد ذلك بدأ النبي الكريم يصعد حتى وصل إلى باب البيت المعمور، والبيت المعمور هو مقام في السماء السابعة، هو فوق الكعبة المشرفة، حتى قال علماء التفسير ومنهم ابن كثير لو سقط لجاء فوقها مباشرة. البيت المعمور هو بيت عظيم كالكعبة المشرفة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا طافوا حوله لا يعودون إليه أبدا. فتعجب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت المعمور الذي الكعبة نسخة منه. إذا كانت الكعبة يطوف حولها على مدار الساعة المؤمنون منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وستبقى بإذن الله إلى قيام الساعة، فإن البيت المعمور منذ أن خلق الله الوجود ملائكة يطوفون حوله يسبحون بحمد الله ويذكرون الله ويستغفرون للمؤمنين. ثم بدأ النبي الكريم يصعد في مقامات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وما يزال يقطع مقام بعد مقام وحجاب بعد حجاب، حتى انتهى إلى مقام تخلف عنه جبريل، فقال جبريل يا محمد ما منا إلا له مقام معلوم، ولو دنوت أنملة لاحترقت، وأنت يا محمد لو دنوت لاخترقت، إنني في هذه الليلة وصلت إلى هذا المقام بسبب احترامك، وصلت إلى هذا المقام وإلا فمقام المعهود عند سدرة المنتهى، أنا مقامي عند سدرة المنتهى، لكن اليوم إكراما لك ربي عز وجل كرمني واخترقت هذا المقام، ولو زدت عليه مقام أنملة لاحترقت، أما أنت فإذا زدت تخترق الحجب. وفعلا مضى النبي صلى الله عليه وسلم بلا جبريل بلا براق بلا أي شيء، مضى بإرادة الله، مضى بقدرة الله، مضى بعزة الله، وصار يسير وحده حتى تجاوز 70,000 حجاب، وبين كل حجاب وحجاب مسيرة 500 سنة، حتى ظهر له رفرف وذهب عظيم. فلما وصل إلى ذلك المقام
سمى ذلك المقام اسمه منزلة قاب قوسين أو أدنى، كما قال الله تعالى ثم دنا، أي دنا محمد إلى ربه. بعض العلماء قالوا هذا القرب بالمنزلة والمرتبة لا بالمكان، فإن الله تعالى منزه عنه. ثم دنا فتدلى، أي سجد لله تعالى، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. هنا ربنا عز وجل سيكلم نبيه وصفيه، وقد سئل هل رأيت ربك؟ قال أي نعم. ماذا رأيت؟ قال رأيت نور على نور، وفي رواية قال الله تعالى نور أن لي أن أراه، رأى نورا على نور، وكلم الله تعالى سيدنا محمد تكليما، كما كلم عيسى، كما كلم موسى كلمه فوق الأرض، أما سيدنا النبي محمد فقد كلمه فوق سدرة المنتهى. ولما كلمه الله تعالى أنزل عليه خواتيم سورة البقرة، انطلاقا من قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. فالقرآن العظيم كله نزل عن طريق جبريل بالواسطة إلا خواتيم سورة البقرة. لهذا من صلى العشاء وصلى ركعتين بخواتيم البقرة كفتاه، كما قال سيدنا النبي كفتاه قيام الليل. من أراد الأجر والتواب في قيام الليل إذا اكتفى فقط بركعتين بعد العشاء بخواتيم البقرة كفتاه. ثم بعد ذلك ربنا سيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم. 50 صلاة شيء كثير. وبعد ذلك بدأ النبي يطوف حول الجنة والنار، ورأى مقامات عظيمة، رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى النار وما فيها من جحيم. لما كان راجعا مر على نبي الله موسى بن عمران فقال له يا محمد يا ابن أخي بماذا أمرت؟ قال أمرني ربي وفرض علي الصلاة أنا وأمتي. قال كم عدد الصلوات؟ قال فرض علينا 50 صلاة كل يوم. فقال موسى يا ابن أخي إن هذه الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة لن تستطيع أن توفي بها، ارجع إلى ربك واسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، وبقي كل مرة يصعد إلى ربه وينزل إلى موسى ويقول يا محمد ارجع إلى ربك واطلب منه أن يخفف عنك. فكان ربنا كل مرة يخفف عنه 10 10، حتى أمر في الختام ب5 صلوات كل يوم، 5 صلوات كل يوم. فلما كان راجعا قال موسى عليه السلام يا محمد ارجع إلى ربك واطلب منه أن يخفف عنك. فقال سيدنا النبي إني استحييت كل مرة أرجع إلى ربي يسقط علي 10 صلوات وقد بقي 5 صلوات، فماذا أنا بفاعل؟ فإذا بسيدنا محمد يسمع وحي السماء يقول له ربنا عز وجل يا محمد هذه 5 صلوات من أداهن منكم إيمانا بهن واحتسابا لهن كان له أجر 50 صلاة مكتوبة. ب5 صلوات للأمة 50 صلاة، لأن الحسن بعشر أمثالها. ربنا سبحانه وتعالى أعطى رسوله الكريم في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج فرضية الصلوات 5، وأعطاه خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات، غفر لكل من لم يشرك بالله يعني الكبائر، كل من لم يقع في الكبائر وعد الله بأن يغفر للأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراء والمعراج رأيت فيه عجائب وغرائب، ورأيت فيه الملائكة، حتى إنه لما كان يصعد إلى السماوات وجد الآلاف المؤلفة من الملائكة يستقبلونه ويؤدون له التحية كما يؤديها الناس في دنيانا مع رؤساء الدول والملوك والزعماء، يؤدون تحية العلم. هكذا وقع للنبي الكريم ولله المثل الأعلى.
اجتمع الملائكة وقالوا: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكل ملك قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم جميع الملائكة قالوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه التحية التي نرددها جميعا في الصلاة لقد شرعت في السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج. سيدنا النبي قال لجبريل وقد التقى به في العودة، قال ما لي إذا أتيت أهل السماء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي غير رجل واحد، سلمت عليه فرد عليه السلام ولم يضحك إلي. فقال يا جبريل من هذا الذي لا يضحك؟ قال يا محمد هذا خازن جهنم يسمى مالك، لم يضحك منذ خلق، ولو ضحك لأحد لضحك إليك، فهذا خلقه الله تعالى ليعذب به الظالمين والجاحدين، فهو لا يضحك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة سيرى أشياء غريبة جدا نقلها إلينا، مما رأى أنه لما كان في السماوات العلى سمع صريف الأقلام تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ. فسأل جبريل يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الملائكة المطلعون على القدر، يكون قدر عند العبد فيدعو الله أو يتصدق أو يفعل خيرا فيقول ربنا غير لعبد القدر فيكتب له بدله قدر آخر، ينسخون الأقدار، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومما رأى سيدنا النبي في هذه الرحلة المباركة رأى البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وهو لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، يدخله 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا. ورأى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله، يغشاها فراش من ذهب. ورأى العرش وهو أعظم المخلوقات وحوله الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. ورأى الجنة وهي فوق السماوات السبع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورأى الدنيا، رأى الدنيا سيدنا النبي بصورة امرأة عجوز شمطاء، قال هذه الدنيا يتبعها الناس ولا قيمة لها. ورأى إبليس، رآه ضعيف أسود متنحي عن الطريق وقد خنس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ورأى المجاهدون في سبيل الله، رآهم في صورة قوم يزرعون ويحصلون في يومين خيرات كثيرات يحصلون عليها. ورأى خطباء الفتنة، أناس تقرض ألسنتهم وشفاهم بما قد من النار. لما سأل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفتنة يخطبون في الناس ليثيروا الفتن ويثيرون العداوة والبغضاء. ورأى قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال يا جبريل من هؤلاء الذين ترضخ رؤوسهم؟ قال هؤلاء الذين تتاقلت رؤوسهم عن أداء الصلاة، هؤلاء تاركي الصلاة تردخ رؤوسهم على الأرض. ورأى أناس يسرحون كالأنعام وهم عراة، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. ورأى أناس لهم بطون كالإبل عطشانين عطاش، قال هؤلاء أكلة الربا. ورأى أناس يقذفون في أفواههم قطعا من النار فتخرج من أدبارهم، قال هؤلاء أكلوا أموال اليتامى ظلمة. ورأى أناس يتنافسون في أكل لحم متن ويتركون اللحم الجيد، قال هؤلاء الزنات يتركون زوجاتهم ويذهبون إلى البغاء. ورأى أناس يشربون من الصديد الخارج من الزنات، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء شاربوا الخمر. ورأى أناس يخمشون وجوههم وصدر بأطفالهم نحاسية،
قال هؤلاء الذين يمشون بالغيبة ورأى كلام كثير مخيف في عالم العذاب، لكنه في عالم النعيم رأى جنة عرضها السماوات والأرض، ورأى أناس عندهم جنات، أنهم كانوا من المسبحين، كانوا يقومون بزراعة أهل الجنة، ورأى قصور تجري من تحتها الأنهار، ورأى حور عين، ورأى نعيم مقيم وملكا عظيما. قال هؤلاء كلهم للمؤمنين وللصادقين وللصابرين. وهكذا سيدنا النبي رجع بعد ذلك. طبعا لما سوف يرجع سيكذبه المشركون، قالوا بأن هذا الكلام لما أخبرهم بواقعة الإسراء والمعراج وأخبرهم بكل هذه التفاصيل بدأوا يستغربون، حتى إن أبا جهل قال قد أمكنتكم الفرصة من محمد فاسألوه، وبدأوا يسألونه أسئلة تعجيزية. وطائفة من المؤمنين ارتدوا، لم يصدقوا هذا الكلام، حتى بعض ضعاف الإيمان ارتد كثير منهم. وقد أنزل الله تعالى قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كان أبو بكر الصديق من أول المصدقين ولم يكذب النبي الكريم، وقال إنه يخبرني بالخبر يأتي من السماء. فكان النبي الكريم وأنت يا أبا بكر الصديق فسمي من ذلك اليوم بالصديق. هذا الحدث أيها الأحباب الكرام، معجز الإسراء والمعراج، مر عليه الآن 15 قرنا، فما الغاية من أن نحيى ذكراه ونتحدث عنه ونستعرض كل تفاصيل هذا الحدث؟ إنه يحمل الكثير من العبر والعظات نستفيد منها في حياتنا المعاصرة. أولا، في عالم الأديان نؤكد بأن الإسلام هو يعترف بأصول الديانات السماوية جميعا، ولا يفرق بين دين ودين، ولا يفرق بين نبي ونبي. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤمن بكل الأنبياء ويعترف بهم ويأمر أتباعه بالاعتراف بهم. ربنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الميزة ليست عند باقي الأديان، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم من الأقوام، هذه الميزة يمتاز بها فقط الإسلام وأهل الإسلام. ثم نلاحظ المحبة والمودة بين الأنبياء، كيف أن سيدنا موسى عليه السلام كان يتشاور مع أخيه محمد في أمر فرض الصلاة، دليل على الإخاء والسلام الذي يجب أن يسود بين أتباع الديانات السماوية. ثم نلاحظ كذلك أيها الأحبة الكرام أن هذا الحدث الإسراء والمعراج كان على وجه الحقيقة لا على وجه الخيال، لأن البعض يقول بأن هذه رؤية منامية، والبعض يقول هو إسراء بالروح دون الجسد، وهناك من يقول هو بالروح والجسد. الحق أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناما، وهذه الحقيقة تؤكدها الآيات القرآنية لما قال ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده. كلمة بعبده يشمل الروح والجسد، ولما قال لنريه من آياتنا هذا إيحاء بالإعجاز والتحدي. ولا يكون الإسراء والمعراج إعجازا إلا أن يكون وقع بالروح والجسد ويقظة. أما إذا كان رؤية منامية فليس فيه أي وجه من وجوه الإعجاز. ثم إن الله تعالى أخبر بأن هذه الأمور رآها رأي العين في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى
عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نحن الآن أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة الطيبة تغمرنا نفحات إيمانية، ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نملأ ونغمر هذه الليلة بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وكثرة الذكر والإكثار من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلاة ركعتين في قيام الليل أو أكثر، لأن هذه الرحلة المباركة في هذا اليوم معظم، ربنا يستجيب الدعاء لمن أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. وفيها بيان للرحلة الروحية تعيد الوصال بين الإنسان وربه وتطوي فواصل البعد بينهم، إنها معجزة الإسراء العظيمة المباركة، وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير. فيها معنى أن الإنسان المؤمن يتوكل على ربه ويأخذ بالأسباب، ولكن إذا ضعف فإن الله تعالى يرزق بلا أسباب، والمؤمن دائما يترقب الفرج في كل شدة، لأن المحن تتبعها المنح، هذا ما وقع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى في الإسراء والمعراج ذلك الترابط الوثيق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى سيظل راسخا في قلوب المسلمين وضمائرهم، فالأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية. وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر الدعاء في هذه المناسبة العطرة، نسأل الله تعالى أن يعيدها على أمتنا الإسلامية أعواما عديدة، وأن يديم علينا وعلى المسلمين قاطبة وعلى الإنسانية جمعاء نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام. ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم، وأن يحفظ وطننا الغالي وينعم علينا بالأمن والاستقرار والرخاء. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم.